شهر، ولكن الاولاد اللي تبين عندهم مواهب يحاولوا يواكبوهم، يوفروا لهم غير داك يعني الاقل ما يمكن يوفروا لهم حتى اللي كيرسم يزيدوا يعاودوا شويه يرسموا. داري لهم الهدايا درسم خصهم غير يرسموا، غير يرسموا ان شاء الله. الجمعيه راه مشتركه يعني انتم توصلوا. كنحضروا في الحفل الاختتامي ديال المشروع ديال الادماج الاجتماعي لاحياء الاطفال في وضعيه صعبه في الاحياء الهامشيه بمدينه وجده، ومشروع اللي هو جاب كيندرج في اطار برنامج تنشيط الاجتماعي القرى عبر الثقافه والرياضه والترفيه مدينه وجده، هو موضوع اتفاقيه الشراكه الموقعه ما بين وكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعامة وجدة أنقاذ بتنسيق وتعاون مجموعة ديال الشركاء منهم المديرية الجهوية للشباب والرياضة، المديرية الجهوية للثقافة، المديرية الجهوية للتعاون الوطني، والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين. هذا المشروع هذا هو المشروع اللي جاء باش أنه يدعم الأطفال ديال هذه الأحياء هذا في مجال ديال الرسم في المسرح في التنشيط الثقافي والرياضي باش انهم يندمجوا في المجتمع وكذلك يسقلوا المواهب ديالهم وانهم انهم كذلك ينميوا الشخصيات القدرات الشخصيه ديالهم باش يندمجوا في المجتمع. هذا البرنامج هو برنامج اللي هو كيهدف باش انه الادماج الاجتماعي في مجموعه الاحياء الشعبيه في مدينه وجده، ونتمنوا ان هذا البرنامج هذا يكون توصل النتائج ديالو اللي اليوم كنحتفلوا بالاختتام ديالو. وشكرا. وهذا البرنامج هذا تذكير انه دار بشراكه مع هذا المشروع بشراكه مع جمعيه الرونق في ثلاثه الاحياء السكيكر والبساتين. وشكرا. كنشكركم الشباب الحضور ديالكم المساهمه ديالكم في يعني في تغطية صحفية لهذا الحدث هذا العظيم، وهو حدث ديال الاحتفال باختتام مشروع تعزيز الاندماج الاجتماعي والسوسيو الثقافي للفئات الاجتماعية الضعيفة بالأحياء الهامشية في إطار برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب عبر الثقافة والرياضة والترفيه بمدينة وجدة. فكنشكر جزيل الشكر كذلك السيد المنسق الجهوي سيبو زياني اللي حاضر معنا الان وكان ساهر على تنفيذ وانجاح هذه السلسله من المشاريع من ضمنها المشاريع ديالنا. كنشكر السيد سي حميد حموشه اللي كان معنا حتى هو في المشروع وكان مواكب معنا تنفيذ المشاريع، وكنختص بالشكر الجزيل يعني على المجهودات الجبارة التي قمنا بها واحد جنود الخفاء واخا ما كيظهروش بزاف ولكن كانوا معنا ديرون كاع المشروع في جميع الورشات. السيدة أنيسة ستوتي المشرفة والمكلفة بتنفيذ المشاريع بالجهة، الأستاذة سعاد الهندي رئيسة قسم الشباب بالجهة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، هي كانت معنا ومواكبة معنا في جميع المراكز. كنشكرها على المجهودات الجبارة لا هي ولا الأستاذة ستوتي أنيسة على الوكالة الاجتماعية للتنمية، الوكالة الاجتماعية. وشكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على هذا الدعم اللي اعطيتونا، ولولاكم انتم بعد الله سبحانه وتعالى ما كان ان ينفذ هذا المشروع. وكان حلم بالنسبه لجمعيه الرونق، كان حلمها الاول والاخير تاطير الطفل. يعني كاينين مشاريع درناها للشباب، ولكن كان منذ 2013 وحنا كان نأطروا في الأطفال، والحمد لله هذه الالتفاتة هذه جات أول التفاتة جاتنا لتأطير الطفل في هذا الفنون التشكيلية ومسرح في هذه الأحياء الهامشية اللي كانت الهدف ديالنا الأساسي في القانون الأساسي ديال الجمعية. الحمد لله اللي الوكالة التنمية الاجتماعية على رأسها السي بوزياني اللي التفت واحد الالتفاتة قوية بتنفيذ هذه المشاريع هذه وباش يستافدوا هذه الأطفال في هذه الأحياء الهامشية اللي ذكرت. وغادي نعاود نذكر هذه الاحياء احنا استهدفنا
حي سككر، حي نصر، وحي غالبارود بالمركب البساتين. كنشكركم بزاف، وبالنيابه على الاطفال ديالنا كنشكركم كذلك، وعلى الدعم ديالكم المادي والمعنوي والمواكبه ديالكم. شكرا جزيلا.